ستسافر عن قريب؟ هل قمت بحجز تذكرة سفرك؟ حقائبك جاهزة؟ هل قمت بتسجيل في كويت مسافر؟ قبل السفر من وإلى الكويت يجب عليك التسجيل في كويت مسافر الذي أطلقته الإدارة العامة للطيران المدني. فقط عليك فتح ملف التعريف وإدخال بياناتك ثم إنشاء كلمة المرور. لحجز الخدمات أدخل المعلومات الخاصة برحلتك ثم اختر الخدمة التي ترغب في الحصول عليها. للتحقق من السلامة الصحية أدخل معلومات الفحص الأساسية للتأكد أنك مؤهل للسفر. لإجراء فحص البي سي آر احجز موعدك من خلال خطوات بسيطة وسريعة. خطوات بسيطة أيضا لتسجيل دخول المطار وطلب الخدمات مثل حجز القاعات وخدمة الاستقبال والمساعدة وتوصيل الأمتعة. إذا كنت في حاجة إلى قناع أو قفازات أو درع الوجه الواقي أو بدلة الوقاية الكاملة أو تأمين، يمكنك شراء ما تحتاجه. إذا كنت من بين القادمين إلى الكويت، يمكنك أيضا تحمل شهادة البي سي آر الخاصة بك، المطلوب إبرازها عند الوصول. لا تنسى أن تسجيل كويت مسافر إلزامي، ويتحتم عليك التسجيل به إذا كنت مسافرا من الكويت أو عائدا إليها. أنت الآن جاهز للسفر، رحلة آمنة.